شوف أجزم، مش أكاد بقى، كل مرة أقول لك أكاد أجزم، أجزم أن هناك الملايين من المسلمين في شتى أرجاء الأرض تأثروا أيما تأثير بفقه وفتاوى وشروح وتفسير إمام الدعاة فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه. وأقدر أقول لك بالفم المليان هو الإمام الشعراوي أكثر فقهاء العصر الحديث يعني انتشارا، وأكثرهم تأثيرا على الناس. كان بيمتلك شخصية ودودة جدا، لطيف جدا، معروف جدا بأنه رجل خفيف الظل هادئ الطباع، وليه كان طريقته وأسلوبه في شرح والتفسير. كنا دايما نشوف البرنامج بتاعه في التلفزيون، تشتري الكتب بتاعته، لما أصبح في حاجة اسمها اليوتيوب هتجد أنه فيديوهاته وشروحه ودروسه منتشرة انتشار مذهل ما شاء الله الله يرحمه. ويبقى الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه نموذج حقيقي لمسألة أنه الفكر باقٍ، انتقل لرحمة الله زي اليوم ده كده الله يرحمه، لكن ظلت أفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي حية حتى هذه اللحظة، تناقش حتى هذه اللحظة، يتأثر به الناس حتى هذه اللحظة، يعني اللي ما عصرهوش وما شافوهوش وما إلى ذلك في حياته فيشوفوا الفيديوهات فيتأثروا به. خليني أخذ معايا على التليفون أستاذ محمد عارف. إزاي الصحة يا أستاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. يعني احنا اولا نتكلم واحنا نحيي ذكرى مولانا امام الدعاء، ده اكيد 100% تعيشوا وتفتكروا وكل الامة الاسلامية تفضل دايما فاكراه ويفضل حي في الاذهان. لكن هسألك على شخصية فضيلة الامام، شخصية فضيلة الامام في وسط بيته محيطه واسرته وعائلته كانت عاملة ازاي؟ الأول قبل ما أجاوب على حضرتك أصحح بس معلومة، ما أنا مش زوج ابنة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنا كنت صديق فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أيوة. أو تقدر تقول تلميذ فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أو تحب من محبين فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. يا بختك. الله يكرمك. يا بختك يا بختك بهذه الصحبة. لما انت حضرتك في المقدمة الجميلة اللي انت اوجزت فيها قدرت اللي انت توصل للفضل الكبير والسر العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى خاص به فضيلة الامام محمد متولي الشعراوي. يعني هو النهاردة انتقل بقاله ربع قرن. ايوه. ولكن الانتشار بتاع فضيلة الشيخ تمام اكتر مما كان حي. يمكن انا وحضرتك وغيرنا كنا بنسمعه يوم الجمعة على قناة 5. دلوقتي في اكثر من 14 قناه تمام بتذيع الشيخ، مش مره واحده في اليوم، مرتين في اليوم. ايوه. رمضان من ساعه ما انتقل الشيخ لحد دلوقتي احنا ما بنحسش بيه غير باثنين، بالشيخ رفعت وبالشيخ محمد متولي الشعراوي. والشيخ محمد متولي الشعراوي هو شيخ مصري، داعيه مصري صح زينا تمام، جيناته مصريه، دماؤه مصريه، وطن بيحب بلده تمام، ويحب بتاعه زي كلنا بنحب الدين طبعا. ما تطرفش، ما كانش في يوم من الايام ها لا تطرف لا اقصى اليمين ولا تطرف اقصى الشمال، كان دايما مع الوسطيه. كلنا لما نسمعه تمام كل الناس احاديثه لحد دلوقتي هنلاقينا مره حديث من احاديث فضيله الشيخ في نوع من التطرف في الفتوى خالص، او التطرف في الكلام، او التطرف في اي شيء زيه زينا زي بعضنا. انا لما عشرت الفتره دي كلها لما حضرتك تسالني انا اللي لقيته فيه تمام بيصلي زي كل الناس بتصلي الخمس اوقات، وما بين الوقت والوقت بيصلي الرواتب اللي هي السنن، يصوم رمضان زينا، لما كان بصحته كان بيصوم الاثنين والخميس، بيقوم يعني ما شفتش منه ولا في عمله الشيء الزايد تمام قوي حتى في العباده، كان الشيء الوسطي زي حضرتك ما عرفته وانا عرفته وكل الناس عرفته. اللي بقى الجيل الجديد اللي لسه ما كانش حاضر بفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي اهو عرفه دلوقتي، وده بيدللنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ ها اوعى من سامع، يعني الناس اللي موجوده دلوقتي
يمكن عرفت عن الشيخ الشعراوي لأيام الشيخ الشعراوي زي حدث معارف ما كانش فيه ميديا ما كانش فيه الموبايلات ولا فيه الانترنت ولا فيه التواصل الاجتماعي وكل الكلام ده ما كانش موجود إنما دلوقتي هو كان موجود مثلا الكتاب كان هو فارس الكتاب كان موجود الإذاعة كان هو فارس الإذاعة كان موجود التلفزيون كان هو فارس التلفزيون طلع الانترنت وطلع اليوتيوب هو الفارس بتاعهم برضه محدش نزعه لحد هذه اللحظة إن ده اللي يدل على إيه؟ يدل على السر الكبير والفضل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أولى لفضيلة الشيخ محمد بطول الشعراوي. هتقول السر ده إيه؟ أقول لك اسأل حضرتك واسأل أنا واسأل ده واسأل ده واسأل ده واسأل ده حتى الأطفال اللي كنا نقابلهم مع حضرة الشيخ يقول له أنا بحبك يا مولانا تمام؟ يقول له بتحبني ليه؟ يقول له كده مش قادر هو الولد يقول حاجة إنما هو المعنى بتاعها بالضبط إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب سيدنا جبريل ثم ينادي في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماوات ثم يكتب له القبول في الأرض. واختم لك بكلمة قالها الإمام الشافعي قال قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم. والله يا أستاذ محمد يعني عارف اللي بتقوله ده بيفكرني أمي ربنا يديها الصحة كان ليها حظ جيد جدا إنها قابلت مولانا وخرجت من عنده لما رجعت لنا البيت فقالت لنا الراجل ده فيه سر قادر جدا 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 إنه يستحوذ على كل عقلك وكل جوارحك واستقباله لطيف ورجل شديد التواضع بالرغم المكانة الكبيرة الضخمة اللي وصلها في قلوب الملايين. وأنا بعتقد أنه ده برضو سر من أسرار مولانا الشيخ الشعراوي، يعني كل اللي هو وصل له ده فلم يتزيد في شيء ولم يتكبر على أحد. أستاذ محمد خط قطع. أيوة فبقول لك يعني سبحان الله لا كان فيه لا كبر ولا غرور ولا إحساس بأنه أنا الشعراوي اللي يسمعني القاصي والداني في كل أمة الإسلام في أرجاء الأرض. إزاي الكلام ده؟ لا الخط كده فيه حاجة يا جماعة، أنا حظي وحش ولا إيه؟ أشكرك مرة تانية أستاذ محمد عارف صديقا ومصاحبا لفضيلة الإمام إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.